السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الحصة الجديدة، فيديو جديد ونصيحة جديدة بإذن الله. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، أنكم تستفدوا منها بإذن الله. أول حاجة قبل ما ندوزو لهاد النصيحة ديالنا، بغيت نوجه لكم واحد كلمة الشكر اللي في حقيقه قليله في حقكم، واخا نشكركم التنعيه ما غاديش نوفي لكم الفرحه اللي دخلتوا لي لقلبي، والتعليق ديالكم الطيبه جزاكم الله خير على هاد التعليق الطيبه، وعلى الكلام ديالكم الطيب اللي خليتوا لي في الفيديو السابق، وعلى التفاعل ديالكم كذلك مع داك الفيديو. تنشكركم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم الرائعه، وكنرحب بالمشتركين ديالي الجدد ولا القدام، مرحبا بكم في قناه اللي هي قناتكم، بفضلكم بفضل الله سبحانه وتعالى غادي تكبر هذه القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى التعليق ديالكم الطيبه اللي واخا نعيا منشكر ما غاديش نوفي لكم الصراحه. التقدير والشكر ديالي لكم كبير 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 البنات، وهذه المقدمه قليله في حقكم قبلوها مني، وكنرحب بكم بزاف 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 البنات. وشكرا لكل من دعا لاختي وفرح ليها ودعا معها انها تولد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، والله يجعل لها الدعوات ديالكم وهذا التعليق ديالكم طيبه في ميزان حسناتكم باذن الله، لان راه الصراحه كلمه طيبه راه صدقه. وكنشكركم بزاف بزاف البنات وجميع المتتبعين ديالي، سواء بنات او لا رجال، المهم انا حيت ولفت البنات كنعتذر من الذكور، واخا انا دائما فمي مولفه البنات البنات، ولكن راكم كلكم كنقدركم وكنحترمكم. هذه قليله في حقكم البنات، وهذه مقدمه كنتمنى تقبلوها مني. انا ما قديتش نبدا الفيديو قبل ما نشكركم، لانكم تستحقوا الاكثر وكتستحقوا الاكثر والاكثر، الله يكبر بكم. غادي ندوزو لهذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي كنتمنى توين الاعجاب ديالكم، وهي نصيحه مهمه البنات، وهي كيفاش نتخلصوا من العناكب. انا ديجا كنت حاطه هذا الفيديو البنات في الاوائل ديال القناه ديالي، ولكن جاوني عليه تساؤلات وسولوني عليه بنات في الخاص وكذلك في القناه، انني ما درتش التطبيق قدامكم. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم قولا وفعلا، يعني نصيحه مطبقه باذن الله. كيفاش نتخلصوا من العناكب ديال البيت ديالنا؟ اش كنقصد البنات بالعناكب؟ كاين اللي كيتسائل هي ديك الرتيله اللي كتعشش لينا في القناه ديال الغرف ديال الكراج. انا غنهبطكم البنات معايا للكراج ديال الطوموبيل لانني تعمدت وخليت شي قنيته تماك باش انها تبقى فيهم، باش ان شاء الله فاش بغي نصور نوري للبنات اشنو هي شنو كنقصد برتيله. يعني انا قلت العناكب ولكن هما ما كانوش كيعرفوا. انا ماشي كنقصدش غير دوك اللي كيدخلوا في من تحت البيبان البنات ولا لا، انا كنقصد ديك اللي كتعشش، ديك اللي كتعشش في المائده ديال الخشب، تتعشش تحت السدادر، كتعشش تحت النوامس، تتعشش في الخنات ديال البيوتة ديال اي بلاصه اركان من كان ديال البيت ديالنا اللي كنهملوه وكنخليوه واحد المده. هذه هي الرساله اللي كنقصد، بلا ما نطول عليكم غندوزو لهذا المكون السحري اللي كيهنينا منها لعده شهور. اللي بغيت تعرف عليه مع اللي تابع الفيديو حتى الاخير باش ان شاء الله يتهنى من هذه الرساله هذه. اول حاجه غنبدا معاكم على بركه الله، سمحوا لي على هذه المقدمه خطولت، ولكن كان ضروري ضروري ما نشكركم. هذا المكون البنات وهو هذه الشبه، الشبه راه الاغلبيه ديال النساء كيعرفوا الشبه، متوفره يعني في جميع البيوت تقريبا المغربيه. الشبه كتكون البنات على شكل حجره، تتكون بحال هكا كنشدوها كندقوها كنحصلوا على البودر، حنا غرضنا بالبودر ديالها، هاد البودر ديال الشبه هادي. وكنحتاجوا الماء العادي ديال السنبل، وكنحتاجوا الاضافه اللي غادي نضيف هاد النصيحه هادي وهي الشيتا، الشيتا باش كنشطبوا البنات. وغادي نحتاجوا ليباموس، ليباموس هما واحد اي ليبان نتوما عندكم البنات ما بقيتوش كتحتاجوها ما بقيتوش كتلبسوها، غادي تساعدنا هاد ليبا هادي. غتشوفوا الطريقه اللي غادي ندير غتعجبكم ان شاء الله وغتسهل عليكم حتى التحيه ديال الرتيله. غادي ندوزو شنو غنديرو، غنجيبو هاد الشيتا اول حاجه نلبسو ليها هاد ليبا، ومن بعد نخلطو هاد البودر مع هاد الماء ونمشيو نحيدو الرتيله ديالنا ونتهناو منها لمده 3 شهور حتى 4 شهور، ما بقاش ترجع عندنا للدار بصفه نهائيه. عملية كنديروها تقريبا 3 المرات في العام، السنة البنات 3 المرات، تخيلوا معايا ديروها كل 4 شهور ولا كل 3 شهور وارتاحوا واحد المدة ما عمرها باقا ترجع عندكم، هي كتكره الريحة ديال الشبة. دابا غندوزو للتطبيق ان شاء الله بلا ما نبقاو في بلا بلا، وخا هو راه من النصائح كيبغيو شوية الشرح. غادي ندوزو ان شاء الله هاد ليبا غادي ندخلوها في هاد الشيتا هادي، يا بسم الله غادي نلبسوا لهاد الشيتا ديالنا، غادي نلبسوا ليها هاد ليبا البنات. كنتمنى تكون باينه ليكم وتكون واضحه ليكم كذلك. غادي نخليو البلاصه ملي غادي ندخلو العصا ديال الشيتا
حتى غادي ندخل الشيته ديالي كامله في هاد لي بعد. غادي نخلي المكان منين غادي ندير العصا. لاحظتوا معايا البنات دابا هاد الطريقه هادي كيفاش لبسنا الشيته ليبا، هادي كتمص لينا كاع ديك الرتيله اللي كاينه. دابا انا غادي نجيب العصا ديالتي وغادي ندخلها، واخا كاينه ليبا يعني غادي تدخل ليا. ودابا البنات بعد ما لبست هاد ليبا هادي الشتا كما كتشوفوا معايا، غادي نخلطوا هاد المكون هذا مع الشبه وغادي نمشيو نبداو في العمليه على بركه الله. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لك اودي راه تطولوا، راه البنات شوفوا راه كاينين اللي كيدخلوا للفيديو كيبقاو اودي بشويه علينا، حنا ما كنفهموش علاش كتزربوا، واش نتوما مجريين عليكم يعني ما فيها باس. اللي بغى يستافد راه ما كنطولش كاع داك الطوال كاع البنات، الفيديو كاع اللي كنطويل راه تيكون مفيد وفيه نصيحه مهمه. غادي نكبوا الشبه ديالنا في هاد بعد ما فرغناها دابا في هاد القاروره هادي، غادي ندوزو نخلطوها مع هاد الماء. انا البنات الا كان شي فيديو فيه افاده اولا نصيحه ما نكذبش عليكم، ماشي بالضروري يكون ديال زعما ما كنهضرلكمش انا على راسي على شي قناه اخرى، ولا انا كنحس براسي انني كنتفرج شي افاده يعني خاصني نستافد وكنبغي داك الانسان يشرح بشويه، ماشي بحال مثلا غير بيناتنا هكاك كنتفرجوا في شي مسلسل اولا تيكون ساعه وما فيه حتى شي افاده وبنادم جالس يتفرج فيه هو فيه غير مثلا تفاهات اولا. اما الا كانت البنات شي فيديو فيه شي طبخه مهمه تستفدي منها ولا تعلمي منها، انت باقا لا تزوجتي اولا ربيت بيت مبتدئه يعني ما فيها بس نصيحه كاع ما كتطولش البنات، ما كتوصل حتى 10 دقائق كاع، ماشي شي حاجه اللي كتكون طويله. بعد ما خلطت الشبه ديالي مع الماء غادي ناخذ الشيته اللي لبست ليها هاد لي باموس وغادي تهبطوا معايا للكراج لتحت البنات للمكازا باش تشوفوا معايا ديك الرتيله اللي غنحيد ان شاء الله ونعالجوها. وكما كتلاحظوا معايا البنات بعد ما هبطنا دابا للكراج، هذا هو الكراج ديال الطوموبيل، غادي نوريكم هنا حدا الشرجم بالضبط، خليت لكم واحد العشه البنات قريب يوصل للارض. لاحظوا معايا هذا هو الاديات اللي علاش كنهضر لكم البنات، رانا كنصور غير بيديا، كنعتذر على التصوير ما غاديش يكون واضح لكم بزاف، ولكن كنتمنى يكون واضح لان هذا الشرجم هذا ديال المكازا هنايا راه حدا واحد رتيله هي هذه. دابا البنات غنحاول نجيب الشيته باش ان شاء الله نحيدها قدامكم باش تشوفوها. ها هي الشيته البنات، لاحظوا معايا كيفاش غادي تحيد لينا بسهوله. شتو البنات واخا راه صعيب انني نصور بيد راحضه معايا البنات، هذه هي الرتيله اللي كنهضر لكم عليها، ها هي دابا لصقات لينا في هذه الليبا كامله كما كتشوفوا معايا كلها. لاحظوا معايا البنات وهي رتيله براسها البنات، شفتوها معايا ها هي رتيله براسها اللي كدير لينا داك العش كاين هنايا. دابا غادي ندوز باش نديرو داك البرودو. ودابا البنات غنكمل معكم لان جاتني صعيبه انني نرش في السقف، فاش كنحيدو هذيك الرتيله كنشدو داك المكان وكنرشو عليه بهذا الخليط هذا اللي كيكون ديال اللي كيكون هذا الخليط ديال الشبه والماء، وبهاد الخليط البنات فاش كينشف الرتيله ما كتعاودش ترجع لهذا المكان بصفه نهائيه، يعني المكان اللي رشيتو به هذا البرودوي هذا ما كتبقاش الرتيله ترجع ليه لمده 3 اشهر البنات حتى لاربعه، من 3 شهور حتى لاربعه كتخلصوا من الرتيله بصفه نهائيه. انا هبطتكم البنات للكراج المكازا هنايا عندي ديال الطوموبيل غير باش تعرفوا، وهاد البلاصه البنات كان يعني ما كنطبقهاش يوميا، وانا خليت هذيك البلاصه ديال الرتيله متعمده باش انها تكبر. تخيلوا البنات ممكن بالشيته غير بالشيته نضربها وننزلها، ولكن لا بغيت ندير لكم تجربه قدامكم باش البنات يعرفوا اشنا هي العش اللي كنهضر لكم عليه، وهذاك الشيء هو اللي كيعانيو منه العيالات كاملين البنات تدخل لينا المناطق اللي ما كنشوفوش حنايا والاركان اللي كنكونوا مثلا صعب علينا ننظفوهم، ولكن كننصحكم
غير بالخليط ديال الشبه والماء راه كيهربها لواحد المده ديال 3 شهور ما عمركم تشوفوها في الدار. ما عليكم الا تنظفوا المكان وترشوا المكان من بعد التنظيف، يا في الخشب يا في الطباليه تحت السدادر يا تحت النوامس فين ما كانت عندكم، وان شاء الله داك المكان اللي رشيتوه بالشبه ما بقاش ترجع ليه. وكنتمنى هاد النصيحه انها تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيع ديالكم الرائعه، ومرحبا حتى بانتقاداتكم والتعاليق ديالكم كذلك. اللي بغى شي اقتراح ولا عنده شي نصيحه يتقاسمها معايا على الراس والعين، حنا هنايا باش نتساعدوا مع بعض ونعاونوا بعضياتنا ونشجعوا بعضياتنا وكذلك نتقاسموا الافكار مع بعضياتنا. اوكي هنا كينتهي الفيديو ديالنا، وكنقول لكم الى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المشاهده.